السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم شروة ولادي بناتي تصفية ماركات صينية صراحة البضاعة جودة ممتازة سعر رخيص شي على شي دولارين وخمسة وسبعين سنت بضاعة ممتازة ولادي بناتي مختلط مثل ما تشوفون تصفية ماركات شوفوا العلبة شوفوا الجودة مالته بوع الموديلات روعة واللادي بناتي 3000 زوج بيع كل الكميه، اذا يجون اثنين زبائن ممكن اقسم البضاعه على اثنين كل واحد ياخذ 1500 زوج. شوف الكراتين شلون مرتبه، باعوا البضاعه شلون مرتبه، الجوده، الجماليه، الموديلات، شوف الموديلات مالته ماركات صينيه. شوف شوف الجوده مال البضاعه روعه. شوف اكثر الكراتين قياساتها كامله مو كلها بس اكثرها قياساتها كاملة شوف الجودة مال البضاعة ماركات صينية شوفوها هذا جزء من البضاعة وهذا بعدني ما فاتحة موديلات كلش حلوة وبضاعة كلش حلوة شايفين ألف خير إن شاء الله بيع كل الكمية 3000 زوج الزوج بدولارين وخمسة وسبعين اللي ياخذ هاي البضاعة صراحة يستفاد بيها لأن تعرفون أحذية الأطفال غالية على فكرة آه عندي يمكن طلع كارتون كارتونين بيها فرو بالداخل فاللي يريده اوكي واللي ما يريده ماكو مشكلة لان هاي بالشتاء ابيعها داخل الصين فانتم مخيرين خاف واحد يقول لي ياسر ما اريد هذا الشتائي هم كم كم كارتون هنا عندي واحد وهنا عندي واحد 3000 زوج بيع كل الكمية طبعا اكو بعد هواي موديلات هذا جزء من الموديلات هاي البضاعة 75 كارتون الكارتون بي 40 زوج شايفين الف خير مقدما صراحة البضاعة إن روعة انا تعجبني الماركات الصينية كجودة وكشكل وكموديل وشايفين الف خير والسلام عليكم ورحمة الله